جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. في المرة الماضية تكلمنا عن كلمة لا إله إلا الله ومعنى إله ومعنى اسم ربنا الله، ونتحدث اليوم عن ذكر آخر يرتبط بكلمة لا إله إلا الله، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر من أفضل الأذكار أيضا، لأنه يتضمن ذكرا قال فيه صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فهذا يتضمن لا إله إلا الله، ويزيد عليها قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة وحده لا شريك له تأكيد على ما ذكرته من انفراد ربنا عز وجل بالألوهية وانفراده بالأمر، فلا شريك له تذكير نفسك دائما أن الله سبحانه وتعالى كما يقول عز وجل عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فكل من توجه بقلبه بحبه برجائه بخوفه باستعانته بتوكله وهي من الأعمال القلبية، أو توجه بالأعمال الظاهرة كالحلف والاستعانة والتعظيم والسجود والركوع والقيام والتحاكم أو البيع الشراء، كل ذلك قدم فيه طاعة غير الله أو قدم فيه تشريعا غير تشريع الله، أو ذكر أنه غير الله عز وجل له حق فيما ليس حقا إلا لله عز وجل، فقد وقع في قوله عز وجل لا شريك له. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي. الصلاة جزء من العبادات، والنسك هو الذبح أو هو العبادات كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، جميع مناشط الحياة ظاهري وباطني، ومماتي أي إقدامي على الله عز وجل في لحظة الموت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأنت حين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تؤكد على هذا المعنى، وتذكر نفسك وتعيد على قلبك وسمعك وجوارحك هذا المعنى العظيم، أن الله هو ربنا وحده، وأنه عز وجل لا شريك له، له الملك وله الحمد. سبحانه وتعالى انفرد في هذا الملك، الملك الحقيقي، كل من في هذه الدنيا مخول له الاستفادة من هذا الملك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي ما تمتعتم به متاعا قليلا ظننتم فيه أنكم تملكون على وجه الحقيقة، ثم كما جئتم إلى هذه الدنيا عراة تخرجون منها أيضا عراة. فكذلك تركتم ما خولناكم، أي ما ظننتم أنكم تملكونه، كان مخولا لكم فقط التمتع به، ثم تسألون عن هذا التمتع. فحين تقول له الملك تذكر الله عز وجل بهذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى له الملك، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما فتح من رحمة فلا يمسكها أحد، وما منع من رحمة لا يفتحها أحد. سبحانه وتعالى تعالى عن الشريك وعن النظير، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فلأنه له الملك وهو المنفرد بالتصرف فيه إعطاء ومنعا إحياء وإماتة، فهو سبحانه وتعالى له الحمد، أي له الثناء، له جميع المدح، له جميع الكمال. فملكه سبحانه وتعالى يدبره بالحكمة وبالعلم وبالعدل وبالرحمة وبالرأفة بعباده، فيحمد لذلك. فنحن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
نؤكد على أننا لا نعبد إلا إياه ولا نتوجه إلا له، له الملك، نقر بملكه وسلطانه وبإعطائه ومنعه سبحانه وتعالى، وأن هذا الملك يدار بحمد الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى له جميع صفات الكمال وله جميع صفات المدح وله كمال الحكمة وله كمال العلم وله كمال التقدير وله سبحانه وتعالى الرحمات كلها، فله الحمد ويثنى على ذلك، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو على كل شيء قدير. فما منعت منه ليس لعجز أن يعطيك، وما أعطيت ليس لقهر فوق الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعطي بعلم وحكمة ويمنع بعلم وحكمة، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. مهما عصر عليك شيء، مهما ضاقت بك الدنيا، مهما كانت الأمة في ظلام، لتعلم هذه الأمة أن الله عز وجل له ملكه، وهو يدبر كل شيء فيه كيفما شاء وفق علمه وإرادته، لأنه على كل شيء قدير. إذا أصابتك الأحزان مما قصرت فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل الذي له الملك يتجاوز عنك، لأنك عبد في ملكه، ولأن له الحمد فهو بعلمه وحكمته ابتلاك، ثم بعلمه وحكمته نبهك إلى تقصيرك، وهو قدير على أن يغفر لك ذنبك وأن يعيد إحياء قلبك وأن يبدل سيئاتك حسنات وأن يوجهك لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حال.